ظاهر أنا مسرور جدا اليوم موجود عندك أنا ومحمد المخرج والمصور العزيز ببيتك بالعدلية هالبيت المميز ونحن عم نزورك اليوم بصفتنا أصدقاء رقم واحد ورقم اثنين بصفتك أركيتكت مجتهد وفنان أيضا وبالوقت نفسه كولكتر فكيف بدأ إذا بدك فيليب ظاهر بهذه العملية الفنية بدراسة الهندسة وبعدين انتقل لتصميم المفروشات الجميلة والمميزة ومن ثم انتقل إلى أنه يكون كولكتر جامع للفنون اللبنانية كبداية وصولا إلى الفنون العربية كما قلت لي قبل التصوير أنا فيليب ظاهر خلقان وربيان بالشام بسوريا درست بإنجلترا وعشت هناك اكثر حياتي تقريبا هي وجيت على لبنان من شي خمس ست سنين هلا لبنان دائما بحب اعتبرها مثل بيتي الثاني ومن اهلي عندهم كثير أصحابهم هون نحن وصغار بنجي كثير لهون مه. ولبنان دائما عندها معزه خاصه لي صراحه واكثريه ال... يعني بالنسبه لي هي بلد كثير سوريا ولبنان بلد كثير بت يعني بت inspires me. بحب الميكس بين الحضارات القديمه والجديده ونحن كشعب كان سوريا ولا لبنان كثير متاثرين بكذا حضاره متاثرين وعنا عنا هالفليفر الخاصه تبعنا أه وهذا الشيء اللي صراحه بيعطيني الانسبريشن للشغل فيليب ظاهر كيف قرر يدرس مهندس معماري؟ أه دائما من انا وصغير عندي عندي هالحشريه لهالمجال كيف الفوليوم اذا بدك فوليومتريكلي اذا عم نحكي كيف كيف بيعملوا بنايه كيف بيكون شكلها كيف بتاثر على الاشياء المحيطه فيها شو بتاثر على الاوربن مش اذا عرفت ومثل ما كنا عم نحكي قبل شوي الميكس بين الجديد بين القديم كمان كثير بحب بالاركيتاك بالعماره كيف انت بتتحكم بتخلي الشخص يتحرك بالسبيس مثل ما انت بدك وانا هذا الشيء اللي بجرب دائما اشتغل عليه يعني كيف تحرك فيهم ايموشنز معينين وقت يفوتوا على سبيس معين لما بتنتقل من سبيس للثاني كل هذا كل هالالمنتس يعني هي اللي بتخليني احب فيليب حدا من عائلتك كان مهندس فنان معماري او مرتبط بهذا الفيلد هلا عندي البابا الوالد يعني مهندس ميكانيك بس عندنا انه فنانين وهيك لا ما, <applause> ما في بالعائله ما في فنانين. لا والله لا بس انا عم اقول هذا الشيء لانه بخلال عملك صحيح مستند لعلم ولكن في فن والدليل اللي بعدين نفسته وشفته بالمفروشات بمرحله لاحقه من من عملك فكيف كيف دخل هذا الفن بعقل فيليب ظاهر اضافه الى العلم لك ما بعرف صراحه ما عندي جواب محدد لهالشيء بس بعتقد يلي خلاني يمكن القصص اللي خلت خلت الديزاينات تبعي تكون شوي مميزه هي الحشريه والفكره انه دائما واحد يسال و كويشننج دائما هي ذا كيوريوس مايند يعني كل ما واحد عنده كيوريوستي انا هيك بلاقي كل ما عندك كيوريوستي وبتسال وتشوف هالاشياء كيف صايره من وين جايه ليش مين هيك قرر كيف هيك تقرر بحس فيك توصل ليور اون فويس بالاخير فيك تطلع يعني المسج تبعك اذا بدك او الجول تبعك بالديزاين بيكون واضح اكثر فكل ما يكون اوضح كل ما انت يعني شخصيتك بتطلع اكثر بالديزاين كنت شاطر بالجامعه؟ عادي ما كنت هالقد يا لطيف شو شاطر وما كنت يعني مش قضيه جريدز عم بحكي انه كنت شاطر كان عندي يعني كنت متميز بالجامعه؟ لك لك كنت ثيوريتيكلي دائما ثوت بروفوكينج اذا بدك يعني دائما يكون في جدل على الكونسبت اللي بعمله بس انه بقول لك كنت احسن حدا بالجامعه لا. لكن بالنتيجه انت راضي عن اذا بدك النتيجه تبعيت دراستك وعملك اليوم؟ ليك دائما بدي احسن ودائما بدي اكثر ودائما بحب اوصل لمحلات ابعد وكل ما بحقق جول بيصير في جول ثاني، فما بحس حدا فيك تكون يوم من الايام مقتنع 100% بس كل ما بتوصل لمحل بدك توصل لمحل ثاني بس ايه مبسوط باللي حققته انجزته ومبسوط انه مع الوقت يعني مع الماتوريتي كمان اذا بدك ماتوريتي تلعب دور كثير مهم آه عم بلش اكتشف اكثر شو الديزاين لانجويج تبعي اذا بدك عم بيطلع ايه بالعمل الهندسي آه شو صرت عامل اليوم آه سواء بلبنان او بسوريا او بلندن أوكي. حيث كمان عندك عمل لك انا برمت من وقت تخرجت من الجامعه برمت كذا بلد يعني اشتغلت بخمس ست بلدان سنه او سنتين وقت كنت عم بتدرب بعدني وهالاشياء بعدين فتحت مكتبي هلا من وقت ما بلشت اشتغل لحالي عندي تقريبا شي 74 مشروع مشتغلهم وكنت محظوظ يعني عندي اجاني مشاريع ان كان كوميرشال كمطاعم كلوبس بارز عندي شو اسمه اوفيسز اوفيس بيلدينجز عامل عامل ريزيدنشال بيلدينجز ابارتمنتس فيلاز يعني هلو. الحمد لله اجاني حظي كان حلو اجاني ميكس حلو بال اضافه للبلدان اللي انا ذكرتها في بلدان انا ما ذكرتها غير بريطانيا وسوريا ولبنان مشاريعي اكثريتهم سوريا لبنان اكيد لندن ودبي فيليب الانتقال من كونك اركيتكت لانتيرير ديزاينر بعتقد يمكن نفس الدراسه او نفس الافكار او طبعا مع اختلاف بالسكيلز ولكن كيف قررت انك تفوت للمجال المفروشات او الهندسه الداخليه للبيوت؟ هلا ما فيني اقول انه انتقلت بالنسبه لي إنه مثل اذا بدك كونتينيوتي ايه كونتينيويشن او زياده على لانه بالاخير بحس نفس بعدنا بنفس الفيلد تقريبا هلا بالبدايه كنت دائما يعني كنت اشتغل مشاريع كل شيء فيكست من جوا كنت اعتبره ضمن السكوب تبعي ما كنت كثير اتدخل بالفرنتشر بال يعني مثل ما بسميه لوس فرنتشر يعني كل شيء برادي فرش كل شيء فيك تغيره بيتحرك ما كنت كثير اتدخل فيه م. بس مع الوقت صار يجيني كلاينتس يصروا انه بدي اعمل لهم كل شيء فروم اي تو زي يعني بدهم رايك بالداخل مية كمان مية. فصرنا يعني انجريت شوي شوي فصرت اخذ وهو بالاخير لقيته احسن لانه فينا صرنا نعمل كونسبت كامل متكامل من ال... من الاركيتكشر الانتيريال اركيتكشر للفرنتشر فاكيد هالشيء سو اليوم انت عم تشتغل انت اليوم تشتغل لنقول مبنى خارجي والانتيريور ديزاين تبعه وحتى الفرنشر لك ايد فيها عام ايه عاملينه كله فروم اي تو زي يعني مشتغل كذا مشروع كله مسلمينه ترنكي اوكي <applause> اليوم نحن ببيتك بالعدليه ببنيه حلوه كثير وبشقه حلوه كثير عباره عن لوفت او شقه مفتوحه على بعضها عم نشوف الفرنتشر بصم بصمتك موجوده بكل زاويه كيف طلعت معك مثلا هيدي الكرسي او هول الكراسي اللي نحن قاعدين عليهم وعم عم بهزوا فينا كل الوقت وياخذونا من مكان لمكان اعطيني مثلا افكار هيك معينه كيف طلعوا معك؟ انبسطت اول شيء انك حبيت البيت يعني انا هون حبيت صراحه تشجعت واخذت هون لانه مثل ما قلت يعني الكونسبت اللوفت انا بيريحني كثير وكان بدي مثل بيس بلبنان يكون بنفس الوقت يعني بعد كورونا والقصص بدي كان سبيس كبير كفايه فلكسيبل اقدر اعيش اشتغل انترتين استقبل كله بهالسبيس والسبيس بيتحرك وبيتغير على مثل هاي بالمية <applause> وهي كانت الفكره تبع كيف بلشت بقصص الفرش يعني دائما انا بالفرش الأول اول شيء بالنسبه للفرنتشر <applause> بيسز اللي عم بعملهم أنا كثير متأثر بالحضارة العربية يعني بحضارتنا بالجيومتري بال... بكل هالأمور و... وبيهمني كثير كان دائما يعني كثير الأشياء اللي بحب ركز عليها هي الحركة، ريبيتيشن والموفمنت حلو وهي الأساس لكل شيء تقريبا بعمل معك فكرة هيدي صهوة الحصان كنت أركب خيل أنا وصغير و... وعندك تعرف السادل يعني السرج تبع الخيل بس بس توقف أو بس يعني إذا ما بتستعمله بالأخير بتكبه ما فيك تحطه عندك بالبيت فلهيك بلشت الفكرة بهي كان بدل مقعد عندك مثل مقعد خشب بتقدر تحط السادل عليه مم. بس على كثر ما حبوه العالم وكثير أخذ يعني لفت نظر كثير صارت العالم تطلبه بس بدهم قعدة تكون أريح فمن هون اجت المقعد الجلد مم. بس هي بهي القطعة بالذات هي من قصة مأخوذة من التوراة انه هي وقت نوح وقت خلص الطوفان طلعوا العالم عم بيشوفوا اذا في اكل اذا في ناس او اشياء عايشه فبيلتقوا بخمس احصنه كان كل حصان عنده شيء مميز كل خيل عنده شيء مميز كان فيه وحده من هالخيول كان كلها لونها اسود عيونها سود ولهيك سموها كحيله كحيلة. هون ايه ومن هون سو هيدي مسماها كحيله 100% بالمئة بالمئة اسمها كحيله عندها يعني حبيت خبر القصه من خلالها واذا بتنتبه كمان عندك الانسبيريشن تبع الستار باترن الاورينتال ستار باترن بس اخذينه بلايرد افكت لحتى كمان يفرجي كيف بالخيل وقت بيركض عندك فيها الحركه هالموفمنت بتعطيها بلس انه بتهز صحيح ف صح الحركه دائما موجوده انا ال... ايه وهول الكراسي شف. اللي نحن قاعدين عليهم هدول معمولين من هلا اول شيء الستول هي اول قطعه بعتقد اخترعها الانسان يعني يمكن اقدم واول قطعه انوجدت بالبشريه و... هذه بحسب دراستك يعني انت كمهندس؟ كريسيرش اللي عملته انه اول قطعه اخترع الانسان هي الستول أه بس انا بنظري الستول اتطورت طبعا انه صار في عندك اشكال والوان قد ما بدك بس بالنسبه لي بعدها فوليوم ما بيتحرك بينقعد عليه او بتستعمله كطاوله او شو ما بدك فيك تستعمله م. بس بالاخير هي فوليوم ما بيتحرك. انا هذا الشيء اللي حسيت انه كان فيني فكر فيها بطريقه ثانيه. شو حبيت يعني تحركه 100% يعني نحن هلا صرنا وعملت كيرف تحت السو 100% بالمئة. يعني بس لنطلع الحركه يعني عم جرب كنت اعطيها فلكسبيتي اكثر مع الحركه تبعنا، يعني مثل هلا عم نحكي انا وياك بقدر اتحرك بقدر اذا بدي اوصل لكذا ما في داعي او معنا عم تتحرك معي مظبوط وهي حسيت هي الايفولوشن يلي فيها تصير او لازم تصير. آه كمان في قطعه مميزه آه هي عباره عن بار ولكن في هذه التركيب شوي غريب بالنسبة للمشاهد فعن شو بتعبر هاي؟ هلا الانسبيريشن تبع البار مأخوذة من الإجبت من الانشنت كانوا يعبدوا البيتل كانوا يعتبروه الإله الشمس والبيتل كان بيعتبروه إله الشمس لأنه كان بيتحرق بيبرم بي بيعمل هي الكبتولة الدونج اسمها نعم فمن هون اجت الفكره يعني هي برمتها حطيتها على اجر وحده لت تمثل الحركه تبع البيتل هي السيلويت بتفرجي البيتل وعندك بالنص اللي بيفتح يعني كانها هادي هيك 100% واللي عندك الشمس ريبريزنتد بالطرب بالباب موجوده مم. آه وبلس الموفمنت بهالبرمه ال 45 درجه اعطتك الموفمنت انه هي عم تبرم آه مع آه الكرسي هذه كمان مميزه شو قصتها؟ آه، الكرسي هي من سيري اسمه ترينيتي اللي هو كل السيري انسبايرد باي ترينجلز وجيومتريك باترنز هلا بالنسبه لهي التريك تبعها او اذا بدك الشيء اللي بيميزها هي بتجي آه، فلات يعني مثل اي ماتيريال كانت لها هي بسعهب حديد بتجي شيت حديد فلات نحن بنعمل لها درزات. وبتطوج وبعدين بتعوجها وبتحطها على البيس تبعها ما بدها براغي ما بدها لحام ما بدها شيء وبين بعدين التنجيدات فوق تطلع الآن موضوع الفن يعني كيف صرت كولكتر؟ كيف حبيت الفن؟ وخصوصي إنه قلت لي بدك تجمع فن عربي ولكن بدايةً الفن اللبناني شو عجبك بالفن اللبناني؟ وليه الفن اقتنيته؟ دايماً I've been.. يعني طول عمري I've been inspired by art إذا بدك أيام الجامعة وقت كنا نعمل project فكنا نطلع على ارتست وخصوصي وقت بلشت uh, my فرنتشر لاين uh, او براند uh, كنت كثير تشوف شغل ابستراكت uh, ارتست بس بيشتغلوا جيومتريك فورمز جيومتريك ابستراكت بس ما حدا منهم ما كان عندي معرفه بالفنانين العرب اذا بدك وهالشيء كثير زعجني <متحدث> uh, فصرت كتير يعني صرت كثير يعني قعدتي بلبنان صرت كثير روح على اكزيبيشنز وكثير شفت في في مستوى كتير قوي وكتير حلو وبعد ما تعرفت على الورلد ارت كولكترز صراحه وانتم يعني حببتوني اكثر بالارت يعني بعد ما حكينا سوا كم مره وفي كذا ارتست اللي هن كمان معكم كثير صراحه حبيت حبيت شغلهم كل واحد عنده شيء اثر فيني بطريقه معينه وتشجعت قلت خلص بدي بلش بدي اعمل كولكشن تبعي بلشت هلا بالارت اللبانيز ان شاء الله النكست ستوب بتكون السيريان ارت وهكذا وحابب يعني يكون عندي فنانين عرب كثير حلو أه بدي ركز يعني قررت انه خلص حابب من هون لبعدين ركز على الـ الـ الفن العربي اوكي طيب رح اسالك هلا اسئله بس مش امتحان اسئله هيك دردشه <تصفيق> <تصفيق> بما انه رح بلش بوجي بري اكس بالدكتور جورج روحانا انت اقتنيت له كيف بتوصف فنه؟ راي اكس لفت لي نظري كثير لانه اول شيء ذكرني كثير بباسكيا، ثاني شيء كثير حبيت هال اذا بدك الاوربن لايرنج يعني عندك الكولرز كانه شيء مخزق وطلع شيء من تحته، عندك كيف الريبرزنتيشنز تبع الفيجرز انه كثير بيستعمل سيمبولوجي كمان عنده حبيت هال اذا بدك هال... هالفيل تبع تبع البينتينج تبع ماكدا ملكون ماجدا كثير عجبني شغله لانه بتستعمل ميكست ميديا لتوصل المسج تبعها وفيك يعني كل ما بتطلع بال بالبينتين كل ما بتشوف الديتيلز تبعها بتشوف حلو. كل مره بتشوف شيء جديد دراج بيروت من الداخل 100% مستعمله كل شيء له علاقه بال بالسيتي يعني كله من بيروت كات أو اوتس لتوصل الفكره معينه يعني او فيلينج معين يعني. تميم متلج تميم آه تميم صراحه از ون اوف ماي فيفرتس <سؤال> لانه الكونتراست اللي عم بيشتغل عليه كثير قريب على اللي انا بعمله يعني حسيت عنا هال الكومن بوينت وفكره الادكشن ليك هذا اللي بحب فيه يعني بيفرجيك الاشياء الاغلي بالهيومن بينج بس بطريقه كثير ديليشس اذا بدك صح وهذا الشيء اللي حبيته هالكونتراست وهالشيء اللي عم بيلعب عليه كثير كثير عجبني وسام ملحم وسام ملحم اول شيء شغله فظيع كثير بحب التكستشرز تبع شغله الكانفاس اللي بيستعملها كمان هذا اللي لفت لي نظري يعني عنده اكثر التكستشر عنده the المان فيرسز ذا سيتي صح الفريدم العناصر الخمسه العناصر الخمسه تبعه كثير حبيت على فكره وسام اركيتكت ولكن عنده عنده الفن ما شفت كمان ريسيرش شوي كمان لانه يعني كمان بفكر تشوف الاركيتكشر بشغله يعني كسكيل ككومبوزيشن على الكانفاس شغله كمان كثير عجبني فيليب جربت ترسم؟ أه لا يعني ترسم خارج المشاريع الهندسيه و... عم بقول لك لا جربت ولا بحس بجرب لا كنا بال... بس انا بحس اذا انت جربت ترسم <applause> بيطلع منك ليك كنا ناخذ <applause> يمكن <بالكرسات تصفيق> انا يو بس كنا <applause> كنا ناخذ كورسات رسم بالجامعه وهيك ما عرفت <applause> لك ما حبيت ما عندي اياها مع... هاي هي الشغله بلاقيها يعني it's either you're born with it or you're not ما عندي هال عندي لك عندي سموها الملكه عندي الملكه منا موجوده يعني 100% عندي نظره قويه للبروبورشنز عندي نظره قويه لكل القصص بس انا ارسم بايدي يمكن شي نهار بركي شي ابستراكت معقول بس بس ايه ما عندي هال لا اكيد يعني هي شغله بدك تكون خلقانه معك بختام هذه المقابله بدي اسالك سؤال فني عملي اول شيء شو بدك تعمل بالفن؟ قلت لي انه بدك تكمل تشوف او تكتشف الفن اللبناني وبالمقابل شو مشاريعك ايضا ك انت كاركيتكت وكديزاينر ناجح هلا من ناحيه الفن ايه دفنت لي يعني صراحه مكملين مكملين معك اكيد مكملين على اكيد مكملين معك <applause> مكملين معي هالمره مكملين معك انت <applause> واكيد بدي ارجع يعني حابب كبر الكولكشن واكيد يعني بهمني نصايحكم وبالنسبه لشغلي هلا عم برجع اعمل عم بشتغل على اذا بدك كولكشن جديده بالفرش بس هالمره قلت لي المره فيها مفاجاه فيها وهالمره يعني ام ريزنج ذا بار شوي خلص يعني بعد ما عملتنا هدول صار عندي شوي ثقه اكثر باللي عم عم بقوله وعم بوصله والمسج تبعي وكيف بدي اوصل المسج تبعي فهلا هدول اللي عم بشتغل عليهم فيهم substance أكتر اكثر واكسبيرينس حلوه لليوزرز وان شاء الله يعني اكيد انتم رح تكونوا اول عالم رح تشوفون رح تعطوني رايكم فيها وان شاء الله بنشتغلهم سوا مين بيعرف شكرا كثير لك وشكرا على المقابله وكتير مبسوط انك حبيت اللي عم بعمله وان شاء الله دائما بضل في هالصله بيناتنا وخلص رح اشتغل اصلا في مشاريع مستقبليه لقدام شكرا كثير على الانترفيو ثانك